واقول بيدي جرح ايدي وزدت جروحي. مساء الخير يا اهل الكويت وكل احبتنا في الخليج العربي والعالم العربي. مساك الله بالخير. زعلان اليوم انت ولا راضي؟ عن شنو؟ ما ادري. انا الحمد لله دائما متفائل. تفائل عبد الله المتفائل. الشعب الكويتي كله متفائل الحمد لله، والمواطنين متفائلين، ونحن متفائلين، واحنا حالنا حال المواطنين، والشعب متفائل، والامه الاسلاميه متفائله، والامه العالميه متفائله، واخواننا في الشاهد متفائلين، ومن هم خلف الشاهد متفائلين، وكلنا متفائلون. ونقول للحكومه شكرا. اليوم ابو عبد الله تضحك ليش برضه؟ اليوم أغلبية الشعب الكويتي ما أدش فيهم، زعلانين بالتويتر وزعلوا يدزوا لي رسائل. عشان زعلانين؟ على أن الحكومة والمجلس أجلوا الزيادات. وش المشكلة أجلوا الزيادات؟ أنا وليش زعلانين؟ يمكن عند الحكومة فكر ورؤية مستقبلية لنهضة شاملة مع النواب المخلصين اللي يعتقدون مع الحكومة إن النهضة تمر من خلال شنو؟ من خلال المواطن الفقير. وهذه رؤية استراتيجية. مش قال لك اليوم رئيس مجلس الأمة رؤية استراتيجية؟ الكويت عندها رؤية استراتيجية، رؤية سياسة ذكية. المهم إن الكبار يشتغلون يبنون ثرواتهم حق الوطن مو حق جيوبهم. بس للأسف بعضهم يعني ممكن نيته شوية يبيها تعديل، يبنون ثرواتهم على ظهر المواطن. يمكن الحكومة عندها رؤية ما نعرفها ما نشوفها، ان المواطن يمكن رأيته ان المواطن تدلع والشعب عايش برفاه، ولازم يتعود على الشقة. يعني لازم تعودون على الشقة مثل ما كان الآباء والأجداد. زين، يمكن الرؤية السياسية عند الحكومة وعند بعض النواب شلون؟ أعزائي المشاهدين، أيها المواطن الغلبان، تدفع راتبك كله للإيجار والمعيشة، وباقي الشهر تاكل. يمكن الحكومة تبي تدخل الشعب دورة مغاوير، دورة إحباط، دورة قهر. طيب دورات استراتيجية هذه، سياسة تقشف، سياسة شد الحزام. لذلك أيدها النواب، والله يعين المواطن المسكين. الظاهر الحكومة والمجلس راح يسوون للشعب دورات وايدة لتنمية وتفريغ جيوبه. علشان كذي لا تزعل يا مواطن من الحكومة لأنها ردت الزيادة، لأن الحكومة عندها رؤية مستقبلية استراتيجية احنا ما نشوفها ولا ندري عنها. اللي يشوفونها الكبار أصحاب التخطيط المستقبلي الاستراتيجي. وبعدين لا تشرهون على النواب، ترى النواب والله مساكين ما بدهم شيء. شافون الكويت ما فيها فوائض، الكويت راح تضيع إذا أعطوا المواطن 15 دينار زيادة، راح يصير في هدر للمال العام. علشان كذي خافوا النواب عليكم أن تضيع باكر، ما تقدر الحكومة تعطيكم رواتب، ورفضوا الزيادة ومشوا على هوى الحكومة ورؤيتها المستقبلية. وبصراحة الحكومة ما تبي تزيد الإيجارات، ترى الحكومة صادجة لأنها تبي تدرب الشعب يعيش في البر بالخيام، تعودهم قسوة الحياة والشقة. من هذا المنطلق لا تزعلون يا شعب الكويت، الحكومة تحبكم والنواب يحبونكم والتجار يحبونكم وأصحاب العقار يحبونكم وأصحاب المواد الغذائية الفاسدة يحبونكم وتجار الإقامات والخدم يحبونكم وأصحاب المكاتب الخدم يحبونكم والوزراء يحبونكم والبنغالية يحبونكم والإخوان المسلمين والحرس الثوري يحبونكم وأصحاب الليبرالية يحبونكم. يا بختكم يا شعب بهيك محبة. تدرون ليش يحبونكم؟ لأن إذا ما في مواطن ومواطنين ما في محبة. وبهيك زيادات بالنقصان عاشت الحكومة وعاشت رؤيتها وعاشت كحتها وعاشوا مستشارينها. ومني بوسة على رأس الحكومة. وقبل الختام لا تزعلون من الحكومة والنواب، تراهم يحبونكم
وايد وايد وايد. ادعي الله ان يحفظ الكويت، والله يصلح الحال اذا كان في الاصل في حال.